وقع مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، وذلك في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية. يهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بشان تحديد الدرجات العلميه التي تمنح لخريجي كليات الاكاديميه العسكريه المصريه وخاصه لخريج الكليه الحربيه للحصول على درجه البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسيه وقع اللواء اشرف سالم زاهر مدير الكليه الحربيه بروتوكول تعاون مع الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره في مجال تطوير منظومه التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسيه والاقتصاديه. ويهدف البروتوكول الى تاهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليميه والتدريبيه المختلفه لتحقيق الاستفاده القصوى لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول. عدد من اعضاء هيئه التدريس بالكليه الحربيه وعدد من مسؤولي جامعه القاهره وعدد من طلبه الكليه الحربيه